أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثت في الحلقة السابقة عن مفهوم النسبية ومقدمة عن نسبية الزمان والمكان، واليوم سنتحدث عن نسبية الزمان. فهل أشار القرآن إلى نسبية الزمان بعد أن فهمنا معنى النسبية؟ أشار القرآن إلى ذلك بثلاث آيات بينات يبين فيها نسبية الزمان. يقول سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سنختلف الزمان، زماننا في الأرض نعرف السنة 365 يوم، عند ربك في ظروف معينة الزمن كألف سنة مما تعدون. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الثانية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، إذن اليوم في عروج الأوامر الربانية ونزولها والتكوين للكائنات، يدبر الله مجموعة معينة في ظروف معينة في أوقات معينة في يوم مقداره 50,000 سنة. في الآية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح، الروح جبريل، إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فقوله سبحانه وتعالى: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي من أيام الأرض. أيام تعدون في الأرض تعدوا 360 يوم 65 يوم وكذا، هذه أيام سنتكم الشمسية، أما عند ربك فالأيام تعدل 1,000 سنة مما تعدونه. ويمكن أن نعتبر هذه الآية تحدد سرعة الضوء كما استفاد العلماء من ذلك، بشرط أن يكون مدلول اليوم الإلهي ليس منحصرا بهذا الرقم. مدلول اليوم الإلهي مو منحصر بألف أو بخمسين ألف سنة، لا، إنما المدة الزمنية عند الله شيء يعلمه الله ولا نعلمه. نحن نقيس الزمن نسبيا بالنسبة للأرض، فيكلمنا الله بما نفهم على الأرض. لما يقول لك 1,000 سنة مما تعدون، أنتم تعدوا 1,000 سنة تعرفوها كيف عند الله يوم، 50,000 سنة هذا يوم عند الله، وعلى هذا السنة والضوء وكذا له سرعة معينة. فالأيام عند الله لا تتقدر لا بخمسين ألف سنة ولا، إنما هي مفتوحة في سجل علم الله يجعل اليوم، يوم القيامة يعني، 50,000 سنة، 100,000 سنة، بزمنية معينة، 1,000,000 سنة. هذا متعلق بالزمن بالنسبة لله تبارك وتعالى فيما يخلقه في هذا الكون من حركات ومن علاقات في الكون مع بعضها البعض. فإذا القرآن دل على أن هناك تنويعا، فتارة قدر الله السنة ب1,000 سنة مما تعدون اليوم عفوا، وتارة قدر اليوم ب50,000 سنة، وتارة يتحدث عن اليوم عام أعظم من ذلك مفتوح. كيف؟ بالنسبة لخلق السماوات والأرض يبين القرآن أنها حقبة زمنية لا يعلم تقديرها إلا الله سبحانه وتعالى. فننظر إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما أصابنا من تعب. السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، أشار قال ما هي هذه 6 أيام؟ لا، إذن هو زمن مفتوح
لا يعلمه ولا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى، ما أخبرنا الله بمدة هذا الزمن. هناك إشارات قرآنية رائعة تشير إلى نسبية الزمن، فالزمن عند الله مرتبط بعلمه سبحانه، والزمن بالنسبة للمخلوق الإنساني مرتبط بحركة الكون الذي يعيش فيه. الكون الذي خلقه الله لهذا الإنسان وخلق الإنسان على هذه الأرض، فالزمن مرتبط بالأرض التي تتحرك بحركتها، هذا بالنسبة لتقدير الزمن بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لله لا مفتوح، أكثر بكثير أقل هذا يعلمه الله. فهذا الزمن قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ما هي ستة أيام؟ اليوم اللي 50,000 سنة، اليوم اللي 1,000 سنة ما تعدون، ما ذكر، فهو إذن عام مطلق، قد يكون أكثر من ذلك بكثير، والله سبحانه وتعالى أعلم. وننتقل إلى آيات أشار فيها القرآن إلى أن الزمن يختلف بما يعرفه المخلوق، يبين الله له ذلك بواقع من واقع هذا الإنسان. من وين جئنا بهذا؟ نرى الآيات القرآنية. يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف، كلكم تقرؤون قصة أهل الكهف في سورة الكهف، يقول سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فتشير هذه الآية إلى اختلاف السنة الشمسية في الزمن عن السنة القمرية. فإن 300 سنة شمسية تعادل 309 سنوات قمرية بالنسبة لسكان الأرض، بالنسبة لسكان الأرض. وبهذا سبقت الآية علم الفلك والحسابات الفلكية. يستدعي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، لبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنة شمسية وازدادوا 9 309 سنين قمرية. وهذا ما كشفه العلماء، الفارق بين السنة الشمسية والقمرية. في قصة العزير الذي مر على القرية الخاوية وهي بيت المقدس بعدما دخلها بخت نصر وقتل وهدم وكذا، ما بقى فيها شيء. فالعزير مر على القرية على بيت المقدس، يقول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. خاوية على عروشها أي ساقطة، الحيطان هي التي يعرش عليها السقف، فإذا تهدمت الحيطان نزل السقف فوق الحيطان والجدران، هذا معنى خاوية على عروشها مخربة، مثل ما خربوا الطغاة اللي سموا حالهم، أنا نحكي ذا الأمور تعرفونها أكثر، مثل ما خربوا بيوتنا فوق رؤوس أطفالنا ونسائنا، تهدمت الجدران وسقطت السقوف عليهم، خاوية على عروشها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا العزير كان كالحمار ومعه طعامه وشرابه، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. بيت المقدس خربان، ما بقيان فيه ولا حجر إلا مهدمة ولا بيت ولا كذا، فأماته الله 100 عام، موته في مكانه اللي وصل إليه 100 سنة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه حي. قال من قبل الله التحديث بواسطة ملك أو بدون واسطة ملك أو مهم هذا، قال: كم لبثت؟ مش قد أنت بقيت مالك بوعيك ميت أو نايم؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. استيقظ شاف الشمسية هي يعني تغير مكانها قليل، إذا هو بعض يوم أو يوم يمكن زاد عن يوم شيء قليل. قال: لبثت يعني ميت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، 100 سنة سنينكم أنتم في الأرض، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح. كان معهم الطعام التين، والتين غذاء
كامل جيد فيما يحتاجه الإنسان، ومعه الشراب عصير عنب. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 100 سنة، ما تغير، لم يتسنه يعني لم يتغير. المفروض تمر عليه أقل من سنة، العنب بصير أخضر بعدين بتبخر وبوضع منه شيء، والتين بتعفس وبروح بباس، وبعدين بعد سنة أو سنتين التين رآه جاهزا كأنه ثمرة التين الآن مقطوفة، والشراب اللي هو عصير العنب وجده كما هو، لم يتسنه يعني لم يتغير. التين بعفن زمر، حتى تحطه في البراد أسبوعين بعفن، لم يتسنه لم يتغير. هذا لما بدي ينظر طعامه وشرابه ما يتغير، إذا برجح عنده أنه مكث ميتا مدة يوم أو يوما أو بعض يوم. بعدين ربنا قال له وانظر إلى حمارك، طلع الحمار بليان تراب صاير، وانظر إلى حمارك، إذا صار له مدة طويلة، حمار 5 سنين 10 سنين 11 سنة تبلى العظام تتفتت والجلد بهتري ما بقى شيء، تضرب عليه الشمس والهواء، وإذا بالحمار يجد كل ذرة من ذرات الحمار من كل شيء في الكون من مادة خلقه الله من ذرات ترجع إلى مكانها حتى تكامل القفص العظمي للحمار، ثم صار اللحم مع الذرات تتحد مع بعضها ويأتي اللحم على هذا الحمار، ثم نهض الحمار ينهق. قال ربنا سبحانه وتعالى وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام عظام الحمار كيف ننشزها نرفعها الذرة من العظم مع الذرة الأخرى حتى تكون القفص العظمي للحيوان، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها من النشر والإحياء، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. فسؤال الله عز وجل للعزير كم لبثت، هل هو استفهام؟ يعني الله ما عرفان كم لبثت حتى عم بسأله شو لبثت؟ لا، هو تقرير حتى يقر ويعرف، ينظر حوله الشمس تحركت المكانه، إذا معناها بعض يوم، ومحتمل يكون الشمس دارت دورة يوم كامل يوما أو بعض يوم، يسأله ليقربه ثم أخبره بالحق. والواقع أنه مكث 100 سنة ميت، فالناس اللي كانوا ببيت المقدس ما موجودين، وبيت المقدس خربان والعمارات خربانة، رجعوا الناس وعمروا بيوت وعمروا كذا أماكن أخرى كانوا هاربين إلى آخره، فرجعوا إلى الحياة. لذلك لما دخل بيت المقدس شاف فيها حياة، لما نظر لحماره حماره بليان ما ببلغ 2 3 5 10، ثم عاده الله. إذن الزمن الذي أماته الله فيه غير الزمن في حساب العزير. تعليقا حتى ننهي قصة العزير، عندما دخل بيت المقدس وقال لهم أنا العزير، قالوا العزير ما رايح من زمان رايح طالع من هنا، ما قال لهم أنا العزير مثل، قالوا مو صحيح، مين بدي يعرف العزير؟ الناس كلهم ميتون باقي بعضهم، قالوا هناك امرأة عاشت أكثر من 100 سنة تعرف العزير وتعرف أوصافه، دوروا على المرأة جابوها، الله هذا العزير مظبوط. ثم امتحنوه، قالت المرأة إن العزير كان يحفظ التوراة، فهل أنت تحفظ التوراة؟ سمعون التوراة، فعدلوا نصوص التوراة وعادوا إلى دينهم من جديد. ولكنهم مع الأسف هؤلاء ماذا فعلوا؟ قدسوا العزير وجعلوه من الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فأشركوا بالله، مثل ما بعض الناس يا حسين يا حسين قدس الحسين وتركوا النبي جد الحسين عليه الصلاة والسلام ولم يطيعوا شريعته.
إذن الزمن يختلف بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبالنسبة لنا. ننتقل إلى مثال آخر، نقل عرش بلقيس، وذلك في قوله تعالى، قال يعني سيدنا سليمان للجالسين حوله: يا أيها الملأ، من يأتي أيكم يأتيني بعرشها، يعني قصرها وبيتها للحكم للتحكم فيه، أي لبلقيس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لأنه هي سمعت بسيدنا سليمان وستأتي إليه وتسلم رفاعة ربها معه. فقال لهم: مين جيب لي عرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، قبل أن تقوم من مجلسك، قبل أن تقوم من مقامك. المقام بجلس فيه، بجلس مع الناس شي فترة وجيزة ثم يقوم. قال له: قبل ما تقوم من مقامك وتروح، أنا بجيب لك عرش لعندك. هذا الجني، عفريت من الجن. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أقل من الثانية، شوفوا الطرف العين شلون أقل من الثانية بتحرك. فلما رآه سيدنا سليمان، رأى عرش بلقيس قدامه، جاب له قبل ما يرتد طرفه، جابه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نقل العرش كما يتضح يستغرق زمنا نسبيا، إذا ما نقلب الشكل الطبيعي العادي قد يأخذ أيام أو شهور بما ينقلوه من مكانه إلى عند سليمان. ينقلوه حجر حجر، يجيبوا أدوات، يجيبوا حيوانات، يجيبوا كذا، وثم يعمروه من جديد، فيأخذ فترة طويلة. فهذا العفريت من الجن قبل أن تقوم من مجلسك، شوف الوقت أقل من ساعة، جيب له العرش أمامه. أما الذي عنده علم الكتاب، لا، الوقت عنده أقصر، قبل أن يرتد إليك طرفك، ومترفع عينك هيك تنزل تطلع تمسح العين الجف العلوي، قبل أن يتحرك في طرفك يكون عندك. دعا الله فجاء به الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا سليمان، أجت بلقيس هي وعرشها. فلاحظ المسألة نسبية بالنسبة الوقت، بالنسبة للجن قبل أن يقوم من مقامه، بالنسبة لمن يدعو الله ويطلب قوة الله أن تحمله قبل أن يرتد إليه طرفه، الله بيشيله، بيشيل عرشه من شروشه وبيضعه أمام سيدنا سليمان، لأن الوقت يختلف وهو نسبي. إذا انتقلنا إلى الآيات التي تتحدث عن نسبية الزمن يوم القيامة، يوز الناس، بعض الناس ما يدخل بعلهم شلون يوم القيامة مر الناس وقت طويل والشمس تقترب من الرؤوس، ويعيش الناس والعياذ بالله تعالى بالعرق، بيخوضوا في العرق ويتمنوا بيتخلوا الله النار بس يخلص من هالوقفة هي، وعم تظهر الحساب. فهذا بالنسبة لله الوقت يختلف عن وقت الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى، قال، طبعا في الآيات اللي قبلها يتحدث الله عن المؤمنين وأن الله تبارك وتعالى يعطي المؤمنين ويدخلهم الجنة، أما الكافرين انتظروا بصور ماذا يكون لكم أيها الكافرون. عندما يدخلون النار يقول لهم الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين اللي بيعدوا سنوات الأيام. قال: إن لبثتم، يعني ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إيه بس تعيشوا تاكلوا تشربوا تناموا تموتوا خلاص، وأنكم إلينا لا ترجعون. الله بلعب بخلق خلق بس يرسل فيهم؟ لا، في حكم، خلق الخلق حتى يظهر من يطيع منهم ويتحرر من العبودية لغيره سبحانه وتعالى. وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يخبر تعالى في هذه الآيات السابقة عن أهل الجنة وما وعدهم به، لأنهم صبروا على الأذى وصبروا على طاعة الله، و
وتحرروا عن عبودية لغير الله. ثم يسأل الأشقياء في النار. ففي هذا الحوار الجميل الذي يذكره لنا الله، كم بقيتم في الأرض من السنين، وكم ضيعتم فيها من طاعة الله، مع العلم يا إخواني أن الله لم يأمرنا في الأديان كلها إلا بما يصلح حالنا وسعادتنا في الدنيا قبل الآخرة. كم ضيعتم في طاعة الله؟ قالوا لهول الموقف وشدة العذاب بقينا فيها يوما أو بعض يوم. فاسأل الحساب الذين يعدون الأيام والشهور، فاسأل العادين، قال لهم إن لبثتم، يعني ما لبثتم إلا قليلا، لو صبرتم على طاعة الله لفزتم بالجنة لو كنتم تعلمون، أو تعلمون العلم بأن الآخرة لابد منها وأنها بالنسبة للدنيا هي الحياة الحقيقية والدنيا شيء زائل وبسيط، لو كنتم تعلمون ذلك. إذن الدين الحق دين العلم، لا دين الجهل ولا دين الطغيان. فلو علم الإنسان أن الحياة الدنيا ماضية وهي كظل يستظل به ثم يعود إلى الله، لأدركوا أن السعادة الحقيقية في طاعة الله والتحرر عن عبودية غير الله كما ذكر القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال.